يتكبد مزارعو القمح خسائر فادحة في كل عام بسبب الحرائق التي تنشب في أراضيهم، وتتوزع أسباب الحرائق التي تصيب المحاصيل بين اشتعال النار قرب الأراضي الزراعية وارتفاع درجات الحرارة وغيرها. ومن أجل تفادي هذه الخسائر يلجأ بعض المزارعين إلى إجراءات احترازية كنصب خيمة حراسة وتجهيز جرار زراعي مجهز بسكة مخصصة للحرائق. المزيد في المادة التالية. القمح محصول استراتيجي يتعرض للحريق، كونه يتعرض للحريق يعني احترازا سوينا اجراءات خيمه حراسي لنتنوب فيها انا واخويي وتراكتور، مشان لا سمح الله صار حريق على السريع بنفلح مشان ما ينتشر الحريق، لانه في بدايته نتحكم في الحريق، في نهايته بس نكبر الحريق ما بدنا اطفائي ومنا شو اسمه هيكي، نحن بنحاول ما نخلي الحريق يتمدد لا سمح الله إذا صار. مسببات الحريق: عقب سيكارة شلفته، أنت راكب ماتور شلفته بسبب حريق، راعي ميرير مشغل سيكارة بسبب حريق، راعي عم بسوي كاسة شاي بريق شاي بسبب حريق، زيزي عشعة النار عشعة الشمس بسبب حريق. إحنا بنحاول لا سمح الله صار حريق منكون موجودين، وقت منكون موجودين الحريق بدايته يعني بنحسن نتحكم فيه، اما بس انتشر ما بقى فينا نتحكم فيه. نطالب الحكومه بسيارات اطفاء تكون قريبه على مناطق القمح، وحده تنحط على مفرع حفسرجي وحده على جسر التسعه، كوني منطق يعني في طرق وعلى السريع بيتحكموا في الحريق. نحن نتمنى من كل مزارع عنده تراكتور يكون مركب سكه ومجهز اموره، واقف على طول مجهز حاله، وخيمة حراسة على راس أرضه مشان ما يصير عنده حريق أو عن جاره، لأنه مصيبة مزارع مصيبة كل المزارعين مصيبة كل البلد. بالنسبة لمحاصيل القمح نحن يعني سوينا خيمة مشان نبرق فيها ونتناوب فيها أنا ويعني وأخواتي، بحيث أنه إذا صار أي حريق من أي جهة كانت ماتور أو راعي غنم أو سيكارة أو أي شيء كان على يعني حوالينا بس بأمره يعني من الطفيه. بالنسبة للنوبات نحن مجزئينها أربع أجزاء، لأنه نحن أربعة يعني منتناوب فيها أنا من الصبح للظهر وأخوي من الظهر للمساء. حرائق محاصيل القمح، تفاصيل أكثر مع منير الحاج مراسل تلفزيون سوريا من جسر الشغور. يعني منير، بحسب التقرير فإنه من أسباب حدوث حرائق الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح هو الإهمال، والجميع يعرف أسباب اجتماع أو اشتعال المحاصيل. لماذا هذا الإهمال من قبل الأهالي؟ نعم حسام، يعني دعنا نتفق في البداية على أن هذا الأمر يعني حراسة المحاصيل الزراعية يعني لا ينطبق على كل المزارعين، هي حالات فردية فقط. نعم. هذه مسألة نصب الخيام ومراقبة المحاصيل الزراعية التي قد لا تجدي حقيقة أمام اندلاع النيران، وخاصة إذا كانت متزامنة مع عاصفة هوائية قد تمتد إلى مساحات واسعة وبشكل سريع جدا أكثر من المتصور. طبعا الإهمال حقيقة سببه هو الإهمال، يعني الإهمال يكون غير مقصود، يعني حقيقة حسام ليس هنالك حالات لافتعال حرائق، يعني في مناطق شمال غرب سوريا لم يتم تسجيل حالات سابقة لافتعال حرائق بشكل يعني مباشر، إنما كانت ناتجة عن الإهمال. إهمال وليس افتعال. نعم. يعني نعم، قد يكون عقب من السجائر قد يتسبب باندلاع حريق كبير ويخرج عن السيطرة، التخلص من الأعشاب الضارة في بعض الأراضي الزراعية قد يخرج الحريق عن السيطرة ويمتد إلى مساحات واسعة، قطع الزجاج عند تعرضها لأشعة الشمس بدرجة كبيرة جدا مع ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب يعني في موسم نضوج سنابل القمح والشعير قد يتسبب يعني باشتعال
حالها بنسبة كبيرة وتمددها وخروجها عن السيطرة. لكن كما قلت يعني حسام، يعني هذا الأمر موضوع يعني نصب هذه الخيام والجلوس بجانب المزرعة هو حالات فردية ولا يمكن يعني أن تنطبق على كل المزارعين، وخاصة عندما نتحدث عن المساحات الأوسع يعني في سهل الغاب آلاف الهكتارات وجبل الزاوية وريف الدفع. يعني حتى كما ذكرت منير، يعني في حال أنه كان في أشخاص ولو كانوا هم فئة قليلة من الأهالي يعني ينصبون الخيم بجانب أراضيهم، لو اشتعل الحريق وكان هناك رياح لن يتمكنوا من إخماد هذا الرياح. ولكن هناك شيء يعني لفت أو مهم في التقرير منير، يعني المزارعون يطالبون الحكومة بتوزيع سيارات الإطفاء خلال موسم القمح على أماكن قريبة من الحقول يعني لتكون جاهزة في حال حدوث أي حريق. يعني هل سنجد هذا الأمر؟ لماذا الحكومة لم تستجيب؟ أم هناك استجابات؟ أم هناك مناقشات حول هذا الأمر؟ لكن بعجالة لو سمحت. نعم يعني حسام، الحكومة ليس لديها الوسائل للتعامل مع الحريق، عندما تترك للمنظمات المختصة وهي منظمات الدفاع المدني والتي أعلنت عن حالة طوارئ وحالة كبيرة جدا واستنفرت كل طواقمها وقامت بإعداد يعني خطة متكاملة للتواجد في ضمن المراكز. طبعا الكل يعلم أن مراكز الدفاع المدني تنتشر في كل المناطق وليس في يعني مناطق محددة لتنطلق منها السيارات، وهي على استعداد للوصول إلى مكان الحريق بشكل سريع جدا ومباشر. مع لفت النظر إلى أن فرق الدفاع المدني مختصة ولها القدرة على التعامل مع مثلها ومدربة على التعامل مع هذه الحرائق ولديها الإمكانيات والآليات المناسبة للقيام بهذه الوسيلة. لكن يعني حقيقة وجود الحرائق أو وجود العدد أو المساحات الأكبر من الأراضي الزراعية ملاصقة تماما لمواقع النظام ومرصودة من قبل قوات النظام، يعني لا تستطيع فرق الدفاع المدني المخاطرة والدخول، لا سيما مع تجدد وتكرار القصف، وهذا ما حدث يوم أمس. يعني كان هنالك حريق في منطقة الأتارب، لم تستطع فرق الدفاع المدني الدخول لإخماد هذا الحريق بسبب أن قوات النظام يعني كانت تقصف المنطقة وكانت مكشوفة تماما لقوات النظام. لكن على مستوى باقي المناطق ففرق الدفاع المدني أعلنت جاهزيتها ورسمت خطة متكاملة للسيطرة على الحرائق فور اندلاعها ووصول فرق الإطفاء إليها. منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من جسر الشغور، شكرا لك. وشكر أيضا موصول إليكم متابعينا. وصلنا إلى هنا لختام حلقة اليوم من لم الشمل، نلقاكم بحلقة أخرى وملفات أخرى.